احنا معانا ايضا على التليفون دكتور ايناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب. وانما احب قبل ما ندخل في مناقشتنا مع دكتور ايناس ان احنا نسمع مقتطف من كلمة الرئيس النهاردة، وهنرجع نكمل الكلام. المجلس القومي للسكان بصراحة محتاج ان هو يعني اقل ما يمكن ان احنا نعزز دوره خلال المرحلة دي والفترات طويلة لغاية لما نقول ان احنا حققنا شكل من اشكال النجاح. ولكن فانا هقول دولة رئيس الوزراء يبقى مسؤول هو رئيس المجلس في المرحلة دي. لكن بقول تاني ان الدولة كلها مدعوة، الاعلام، رجال الدين في المسجد والكنيسة، المثقفين والمفكرين، محتاجين طبعا الحكومة، الكل مدعو، منظمات المجتمع المدني تساهم في هذا الدور أيضا. أنتم مدعوين لمواجهة مشكلة هي من أكبر المشاكل اللي النهاردة كان المواطن في الخمسينات كانت بيقبض جنيهات وكان سعيد جدا بالجنيهات ديت، ودلوقتي بيقبض آلاف الجنيهات ومش سعيد. طيب احنا معانا على التليفون دكتور ايناس عبد الحليم، عضو لجنه الصحه بمجلس النواب. اهلا بيك يا دكتور ايناس. اهلا بيك يا استاذ يوسف. دكتور ايناس كطبيبه، دكتور ايناس كنائبه في مجلس النواب، دكتور ايناس كشخصيه عامه شديده النشاط، احنا هنحل المشكله دي ازاي يا فندم؟ هقول لك في جزء منه بيتحل بالتوعيه، بيتحل بان الاعلام لازم يكون له دور، ان احنا نبتدي بقى نسن قوانين، لازم نمنع جواز القاصرات، ده من اهم الحاجات اللي هتقلل الزياده السكانيه. ماشي. عمل الاطفال لازم القانون يبقى مشدد في عمل الاطفال، لان في عائلات بتجيب ال 11 طفل عشان يشغلوهم ويستفيدوا من شغله، بيعتقدوا انه دي ثروه بشريه بتجيب له موارد، بس موارد خاطئه. طبعا ثروه بشريه لو انا علمته صح واستنيت لما يتخرج. لا، وهو مورد مهدور في الاخر، لان الفلوس اللي هتيجي هتروح على اللاشيء، وهم ما بيشتغلوش. اهميه تمكين المراه، المراه هي المحور الاهم والفاصل في القضيه السكانيه. انا لو وصلت لها المعلومه صح وفهمتها الدنيا ماشيه ازاي هتفرق كتير جدا. لازم اشجع الولادات الطبيعيه علشان يعني تبقى العمليه فيها. عايزين نرجع تاني اللي هم الصحيات الريفيات اللي هم اللي كانوا بيوصلوا المعلومه في الريف، الرائده الريفيه. انا اقعد اتكلم في مؤتمرات بس، لازم تروح لهم الزائرات الريفيات، ودول رجعوا فعلا وابتدوا يأدوا دورهم مهم قوي، دورهم مع السيدات في الريف. المفروض ان انا افهم الام ان انا دلوقتي بكل التنميه، او زي ما سياده الرئيس قال ان 10 تريليون جنيه صرفناهم في العشر سنين الاخرانيين على البنيه التحتيه، لان كان عندنا وضع سيء في البنيه التحتيه. انا دلوقتي الدكتوره هاله لما عرضت خطه التخطيط قالت ان عشان تحسن التعليم محتاجه طبعا فلوس، الفلوس اللي جت عشان التعليم فوجئت انها مش قادره تحسن بيها التعليم ولا حسن الجوده. لا، ده انا بحاول ان انا ابني فصول جديده واستوعب العدد الأربعين، ويا رب يبقى على قد الأربعين. فمعنى ان احنا حتى اللي بنعمله كتنميه انا مش باينه ولا المواطن حاسس بيها، انا كل بعمله بس اصلب الوضع كده لحد ما نوصل لاننا نقنع الناس ان زياده الاعداد. احنا بنزيد كل سنه 2.1 دوله بحالها، يعني البلد بتزيد دوله على الدوله، فده عبء. وطول ما في زياده في السكان وما فيش تنظيم، طول ما احنا التنميه عندنا مش هتبقى واضحه ولا حد هيحس بيها. طب ساعات استشعر ايضا انه لازالت المراه مظلومه في هذا المجتمع وفي المشكله دي في بعض الاحوال، لانه احيانا ربنا بيبقى باعت لها راجل برضه غول، خلفي 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 ويعمل مشاكل، ولو ما سمعتيش الكلام انا هطلق، ولو ما سمعتيش الكلام هتجوز عليكي، ويعني وعنف اسري وما الى ذلك. هنعمل ايه برضو؟ العنف الاسري موجود في كل دول العالم.
يعني في إيطاليا العنف الأسري بيتخطانا يمكن أكتر مننا، وعندهم مشاكل في العنف الأسري كبيرة جدا، وبيتراجعوا بنفس طريقة المصريات هنا. لكن الفكرة أن أنت لو شفت إيطاليا سنة 1955 كانوا هما 48 مليون وإحنا كنا 23.5، يعني كانوا ضعفنا. إحنا في سنة 2023 إحنا قدهم 7 مرات، احنا زدنا عنهم 7 مرات. بس انا اظن يا دكتور ايناس الوضع في اوروبا مختلف حبتين، حضرتك ادرى مني، يعني انه ما تسببت فيه الحرب العالميه من نتائج على انخفاض المواليد نتيجه انه ملايين من الارواح ازهقت اثناء الحربين، يعني فيمكن ده ساعد كتير، او مش هسميها حتى ساعد، أدى إلى انخفاض معدل الزواج، انخفاض معدل المواليد، وبشكل متراكم لحد ما وصلوا للوضع اللي هو فيه. وطبعا عندنا ألمانيا مثال صارخ في مثل هذا الموضوع، لكن دول تانية شبهنا لم تتعرض لهذه الحرب قدرت تحل ولا لا؟ زي إيران حلت الموضوع، الصين حلت الموضوع. الصين. ولما وصلت دلوقتي، ما الصين دلوقتي بتطالب بزيادة عدد المواليد وغيرت السياسة. يعني هقول لك حاجة أستاذ يوسف، فضلت. احنا ما بنقولش نمنع أو نوقف، لا، فترة بس على ما التنمية بتاعتنا تتناسب مع عدد السكان، ونبقى في وقتها نقدر نقول لهم ممكن نزود العدد تاني زي ما كل الدول عملت. فترة ناخدها 10 سنين أو 15 سنة تبع مع الإحصائيات بتاعتنا تقول نقلل، وبعدين نبقى نشوف بعد كده هيحصل ايه، بس على الاقل التنميه تتمشى مع عدد السكان. مره قريت على فكره او مبادره على مساله الالف يوم الذهبيه، انه من وقت ما بخلف الطفل الاول علي ان انتظر تقريبا ثلاث سنين وشويه لحد ما افكر اجيب الطفل الثاني، وبالتالي يضيق المساحة ما بين مولود للمولود الثاني، وعليه هوصل إلى حد الاكتفاء، يعني ساعتها هتبقى الأسرة مكتفية بطفلين بس، مش بثلاثة ومش بأربعة وحاجات زي كده. هي دي ممكن، وده تبعها بعض بلاد، مش احنا أول ناس. فالمفروض إن الـ يعني أنا مستبشرة خير بالمؤتمر الحقيقة، المؤتمر فيه كمية تبادل معلومات وجلسات حوارية. يعني هقول لك ايه، جدول اعمال 65 جلسة، 270 متحدث مصري واجنبي، رائع، 14 ورشة عمل، 33 جلسة للبرنامج العلمي. ايوه، الثلاث ايام اللي جايين فيهم كم شغل وتبادل معلومات، ده حي يعني بيحسن شوية من فكرة ان احنا نقدر نوصل لتوصيات يمكن توصلنا لحل المشكله السكانيه، مش عندنا بس، افريقيا كلها. طبعا احنا محتاجين ان احنا يبقى المؤتمر زي ما اتعمل عندنا سنه 94 ووصل ان هو برضو حقوق المراه وصحتها الانجابيه هي الاساس في جهود التنميه دي كلها، ان انا اوصل المره دي لقرارات، ويبقى زي ما سياده الرئيس طلب ان المؤتمر يبقى سنويا موجود في مصر، تبادل الخبرات، تبادل الحوار مع الناس اللي سبقتنا والناس اللي لسه بعد مننا، ده بيقرب وجهات النظر. واعتقد ان المؤتمر هيكون له قرارات وتوصيات ناجحه جدا، وان شاء الله يعني الامور تتحسن والناس تبتدي تستوعب فكره ان انا ما ضيعش التنميه اللي بنشتغل فيها بالعشر سنين، وانها ما تبانش قصاد ما ان انا اجيب اطفال مش هعرف افيدهم في حاجه، لا تعليم هيبقى على درجه عاليه، لا قطاع الصحة هيقدر يسد ويدي الخدمة المميزة اللي المفروض يعني تقدم للمواطن المصري، كل ده مش لصالح الأسرة ولا لصالح الأعداد الكبيرة من الأطفال. صحيح. أنا مشكور جدا يا دكتور إيناس، كل الشكر لدكتور إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.